بصل حوش وبكل، كانوا وسيلة للتحويل من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار الحديث. وش هي في مفهومكم الثورة؟ كيفاش تتحرروا؟ سلميتنا أقوى من رصاصهم، تشكيوا بهم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. درتوها هذه تاني سنة با مارشي، شكرا أنا ما صلحتش. تحكيوا على بناتهم وولادهم كما يدير حمار دي زاد، والناس اللي تمدلوا في المعلومات، هاي بنت فلان أو المير الفلاني أو ما صلحتش، ما على بالهمش بيكم، مزادوا خرجوا فيكم بالمخبط والمطرق. الدواء ما كانش، حليب ما كانش، بطاطا ما كانش، لي برودوي كل ساعه برودوي ما كانش، شهريه ما تكفيش، الانفلاسيون طالعه في السماء، فيزا ما كانش. فهمونا، عطيونا التورات اللي درتو هادو ونشوفوا، نقعدوا مع بعض سيدي وندرسوا التورات اللي درتو هادو، التورات تاع ريبيبليك تاع المشيان. كوالو، شوفوا، اولا الثوره قضيه ناس ثوريين، الناس الثوريين هادو اولا ناس عندهم يتوفر فيهم الوعي السياسي، مع الوعي السياسي تتوفر فيهم روح التضحيه، روح التضحيه معناتها الغاء الخوف، لسبري دو ساكريفيس اي لسبري باتريوتيك، سا فو دير سي دي جون كي كونيس با لا بور او كي اون ريوسي ا dépasser leur peur. هادي اولا هادو لي ريفولوشنير. ثانيا لي ريفولوشنير هادو سي با دي زابروتي، سي با دو لا شير ا كانون، باسكو لي ريفولوشنير دركا شافوا واش صرا في الثوره تاع 54، اللي كان مخبي في الجبه تاع المراه تاعو ولا انه مجاهد في 62، واللي كان مجاهد قتلوه في الجبل، واللي ما قتلوهش في الجبل قتلوه كي جاوا داخلين من الحدود، وجاو الخوانة واللي خدامين مع فرنسا وداروا كوارط مجاهدين وصبحوهم مالين البلاد ومالين الجهاد ومالين الشرعية الثورية. دونك فوز ايماجيني بيان كما تتحشناش كيما هما سان مارشرا با السيستم تاع خدمة تاع عسل الناس وكلها المتكل الحيط، سان مارشرا با سي فيني الوقت هذاك راح. باه يجي واحد يحب يخدم بيا لازم ينوض بكري ثاني، يسرف يطري طول الماطان، يدير فوتينغ، يشرب الحليب كيما قالت له يماه، يقرا شويه قران، يصلي ركعتين استخاره، ومن بعد يجرب سعد الطحان بور بوفوار مي مانيبيلي ولا ميتيليزي ا سي فان. لو موند ا شانجي. دونك الثوره واش هي؟ قلنا سي دي براف، ناس ثوريين باتريوت، عندهم روح التضحيه وما عندهمش روح المنفعه، ماشي يحسبوا الفائده وما ما داروا والو كيما برشا غاشي. ما تنوش لازمهم يديروا، اولا يتهيكلوا، بعد ما يتهيكلوا يوجدوا الامكانيات، الامكانيات تعواه، اولا الامكانيات الفكريه، شكون حنا، ماذا نريد، كي سومنو اي كاسكو نو فولون فير. كي جاوبوا على السؤال هذا يروحوا لسؤال واحد اخر، maintenant quels sont les moyens à mettre en place pour faire ce qu'on veut faire، واش هما الامكانيات اللي نحتاجوها باش نديروا واش حابين نديروا. من ضمن الامكانيات اولا تخلق لنفسك شخصيه سياسيه بمعايير سياسيه غدوة تحاسب بها امام العالم، امام الشعب، امام القانون. يعني حزب عنده ايدنتيتي، ايدنتيتي سافا دير قال انا المبدا التاسيسي تاعي هو هذا، الهدف نتاعي هو هذا، والمسعى نتاعي هو هذا، ونمنع عن نفسي هذه وهذه وهذه. هذه اولا. هزوا هزوا ورقه وستيلو وكتبوا باسكو سي امبورطون واش قاعد نقول للناس فريمون اللي حابه تدي حوايج او ميم طون تكومباري مع حوايج اخرين ومع افكار اخرى. والله اون فوا تحدد الهويه السياسيه نتاعك باش غدوة في القضاء، أمام القضاء كي يتحكموا المناضلين نتاعك والله يحبوا يشارعوا المناضلين نتاعك، ما يلقاوش أساس حزبي يشارعوهم عليه، لأن الحزب نتاعك واضح
حزب نتاعك عنده مطالب واضحه شرعيه ومشروعه، دونك مطالب جوست ريال ليجيتيم اي ليجيتيميزي que soit par la situation ou par le caractère mondial ou universel de la chose, très important. Et ensuite, لازم تكون قوة سياسية ومالية خارجية على معركة الميدان السياسي. علاه؟ هنا يدخلوا الهيئات ماشي المؤسسات الحزبية، الهيئات. الهيئات مثلا هيئة الدفاع، هيئة الدفاع هذه ماشي غير مجموعة محامين برك، مجموعة مالية، يعني كبة تاع دراهم محطوطة من أجل نخلصوا ليزافوكا تاع هيئة الدفاع تاع المناضلين، ومن أجل أن نسدوا حاجة عائلة المناضلين لما المناضلين يلقى عليهم القبض جورا وظلما. في الحالة هذه حتى من المناضل نتاعك على بالو وراه رجال ونساء يبولوا الدم، ماشي كيضحي هو فميلته تروح للزبل، ولا كي يدخل الحبس هو رايحين ننساوه كيما يديروا شي ناس، ولا كي يدخل الحبس هو فميلته تضيع بالشر. لا ما عندناش هذا الشيء وماناش قادرين عليه، ما كان لاه ندخله. قال له وين رايح بحمارك يا مبارك؟ وجماعة قال كما قال مالك بن نبي، البطولة التي يصنعها أشخاص تكتب قصص، أما بطولة الشعوب فتكتب التاريخ. ما حدث خلال الحراك هو أن الانتهازيين اللي بانوا في الإعلام تبانوا الحراك بأساليب خبيثة لمصلحة شخصية لا أكثر ولا أقل. عندك الحق، جو بارتاج بارفيتمون معك، واش قاعد تقول إيفيكتيفمون سي لي زوبورتونيست اللي كانوا باينين في الإعلام هما اللي بيلوطاو الحراك للخلا نتاعو. إكزاكتومون. دونك اي لو سوفت باور سي كوا؟ ماتنا يبدا بالتوعيه، التوعيه في شتى المجالات كيما قلت لكم هذاك النهار تذكر تقراه. التوعيه روح سمع بارتو، سمع الناس كل واش تقول، وكي تسمع اكتب ماشي تقرا، ماشي تعمر القراع. تعمر القراع صاصراني، روح الحمام تعمر القراع، اقعد في قهوه تعمر القراع، يجي واحد كذاب تقدر تقعد معاه تعمر القراع بالكذب نتاعو تعمر القراع. كيما واش كانوا يخرفوا لكم نفس الناس. شوفوا باش نعطيكم حاجه ايها الشعب، باللي لا بليبار نتاعكم مغفلين الى درجه تاع يرفع عليكم القلم. واحد الوقت جاوا ناس قالوا لكم اه توفيقوا في الحبس، كبران يعطيه بالكف، طاح تكسر كتفه، كبرانات يكركروا فيه من ودنيه. نفس الناس درك قالك توفيق ولا يحكم بحكامه، جامي يدخل الحبس. نفس الناس. فهمت بلي الناس هادو حاطينك أبله، بلي حاطينك صح معتوه عقليا، وبالك عندهم الحق. انت اللي تبين لنا اسك في عقلك ولا راك معتوه عقليا، تيان فرابا دانك ولا نورمال في راسك. كيما يغنيو لكم تشطحوا، كيما يطبلوا لكم تشطحوا. دونك لو سوفت باور سيك علم نفسك بنفسك. كومونس ديجا علم نفسك بنفسك. تصور 54 جماعه ما فيهاش الجهل، ابار من بعد كي عاد ترمص برك، بصح اللي قاموا فيها الجهل ما عندهمش. بكل سياسيين كان عندهم وعي كبير، بكل كانوا انجاجي بوليتيكمون اي باتريوتيكمون، وروح التضحيه عندهم كانت عاليه. تو سامبلومون. دونك لو سوفت باور سي كومونسي ديجا بار اناليزي كومبروندر. اون فوا كون ا كومبري اون ايسي دو سورينتي فير تو سكي اي اورغانيزي. Et le reste viendra tout seul. Wali al-Hadithi, baqiya, le soft power rah ykon mowdou' kbir, rah nhallouh étape par étape.